من وين اجيب يا زعيم؟ الله وكيلك حق كسرة خبز ما معنا. منا غير الله وغيرك يا زعيم. الله يوفقك يا زعيم، احكي لنا معهم بركي بيعفونا منه. ايه دخيلك يا زعيم، الله يخليك. ابنا في النارك زعيم. ايه والله يا زعيم، انت كبيرنا يا زعيم، احكي لنا معهم. انت ادرى بالحال يا زعيم. كيف الخبز ما في يا زعيم، الله يخليك. الله يا زعيم، الله يوفقك يا زعيم، الله يخليك اياك، منا غيرك. شو هالحكي هاد؟ 500 ذهبة؟ الله لا يوفقه ولا يقشعهم خير. بس أنا اللي بدي أفهمه، لك هاي العباد منين بدها تجيب؟ منين بدها تجيب؟ بعين الله أبو زهير، بعين الله. المهم طمني، حدا عم يعترض طريقك؟ لا أنا ما حدا عم بيقارشني، ودروب أنا دي العشاء على كيف كيفك مضوية، وما حدا عم يقرب مشقيتها من عسكر الانكشارية بنوب بنوب. عمي أنا ما عم بفهم، نحن شو دخلنا؟ إيش ونحن اللي قتلنا عسكر الانكشاري لندفع ديته؟ فلتاني عمي، فلتاني. يلي قتل العسكر واحد عديم الفهم وقليل الوجدان، ومو بس هيك حمار كمان، ولك يخرب بيته ما فكر قبل ما يعمل هالعملة اللي بده يعملها بالناس اللي رح تتبهدل من ورا راسه. اسمع، فكره رجال واحد. عمي رجال واحد ما بيقدر يقتل 5 تنفس، ولا لا أخير سلا. شوف عمي عزوز، إلا إش كان عنتر زمانه خير الله. بلا بلا بيقدر، إش كان شروة دي أبا باي وقت حاله بيقدر. هيك شي تاني والله بقى. لك الدرويش، الدرويش اللي ما معه منين بده يجيب؟ معك حق، بس هن من ايمت بيفكروا بالدرويش؟ يخرب بيتهم، مثل المنشار نازلين بهالناس، طالع اكل نازل اكل. بعين الله، الله على الظالم. امي بسيطة بسيطة، بس حاراتنا ما خليت من اهل النخوة، اكيد رح يحطوا دية الصوباشية ويدفعوا عن الفقرة. ايه لكان، ان شاء الله ما بيقصروا. امين يا رب. يلي صار مو بإيدي، ما بعرف ليش كل ما بشوفه بحس بقلبي نط من بين ضلوعي، وبصير سبله بعيوني، وهو مشلوم فيني شلم. بتحسيها نظيف؟ مو مثل هالرجال يلي بنعرفهم. يعني ما باست أمه غير أمه يا روحي؟ إيه ما باست أمه غير أمه. إيه فوتي فوتك حبيبتي، الرجال يلي بغوا مثله بيتاخذوا قوام، بيكونوا حناين وقلبهم طيب وبيصدقوا كل شيء. إيه والله معك حق. لكان شغلي مخك وعرفي شلون تصيدي. لما رأيته ملاك فؤادي، لما رأيته ملاك فؤادي، لما رأيته ملاك فؤادي يا عيني، صبرت قلبي وحملت غله. شو بكن عم تطلعوا فيني لسه هي؟ أنا بيطلع بيدي قتل 5 نفوس مسلحين. شوف ديبو، أنت من ناحيتي أكيد أكيد بتنفذ بثلاثة. إيه بس مخاطرة بتكون رسلان، مخاطرة الشغلة. يا سيدي هذا اللي شايفينه قدامكم بيقطع 10 تنفوس سوا وبيقول ما شفت شيء. شرف رسلان. لك شبك على شو بصلتك محروقة؟ خلينا نزهرة من الشايات. عم نقول لك لسه ما استفتحنا بنقلة شبك. شكله دائر السوق معكم. لك والله يا عزوز لا دائر ولا شيء، بس بلونا الصبح بدفن هدول الانكشارية اللي قتلوا. وخلوكم تدفنوهم كمان؟ تقدير؟ خنجرك وينه؟ خنجري بالبيت، تركته بالبيت ما عاد بدي احمله. ايه بيكون احسن، بجوز يطلع لك حدا من الانكشارية ويخلصك يا، لانه ما خلق اللي بده يخلص ديب خنجر ابوه، ولا كان ولا صار. عود عمي ديب، عود عود. بالله ديب، شو بتعمل اذا خلصوك الخنجر؟ شو بدي اعمل يعني؟ بعطيهم اياه كف بلا عني. سادة البعيد، شامم ريحة شاي.
قريب الشباب. قريب بالعمضايات. ريحة سايب كسب من ديب. يلا شباب ساعدوني نزل هالكيس عن ظهري. ما بدك تشرب شاي؟ يلا بس لا نزلو. يلا قولوا الله. يلا 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 على مهلك. ساعدوني على مهلك. تعال تعال حطوا. يلا رح تفقع مرارتي من هالقصة يا سلوى. رح تفقع مرارتي. سلامة مرارتك يا ضي عيوني. صار لنا سنة قاريين فاتحتك وأبوك راكب راسه وما عم يرضى يجوزنا لقيمات. يعني أنت بتعرف إنه القصة بإيد أختك سلمخانو. هي لو بتقبل تعطي أبي حصته من مال كانت صهرك فارس الله يرحمه كان مشي الحال. الله يرحمه؟ ليش صهري فارس مات؟ بحكم الميت تقبرني ولا أنا غلطانة؟ لا والله ماني غلطانة بنوب. طيب معناها ابن عمي احكي مع أختك سلمى خانم خليها تيسر أمرنا. ماشي وانتي قلتيها. عجرة يا ياسمين خانم، قصتكن عجرة كتير. لساتها متنحة ما هيك؟ متنحة وميبسة راسها ومو راضيانة تصدق انه فارس افندي صار له شي. يوه العين تطرق الهي. بتحبه؟ بتحبه كتير وحبها لفارس مو مخليها تصدق اي خبر سوى عنه. ايه هلأ شوفي هي الحق معها ما تصدق حبهن بتحكي فيه كل الخلايق وصعب عليها تصدق انه ماتي عليه. ولي على قامتي ليش فارس افندي ما تقبريني؟ لكن وينه كل هالمده؟ إيه الله العليم مات وشبع موت. ايه والله بهي معك حق. ايه لكن راح اقوم جيب لك المعلومه. لا ايوه ياسمين خانم ما بدي اعذبك ما بدي منك شيء. لا ايوه فادي خانم مشان ما اعذبك. هيك لكان الزعيم ابو محمد السبع ما انعك تفوت على الشاغور وجنابه مفكر الشغلة على كيفه. لا يا باشا وفوق كل شيء عم يهددنا. انا وانت بنعرف انه ابو محمد السبع صاحب كلمة وكلمته مسموعة بالشاغور من الكبير والصغير. بس يا باشا هذا ما بدي نقاش بهالموضوع يا حمزة ما بدي نقاش. يعني مولانا بدك تمشي كلمته علينا؟ لا كلمته ما بتمشي. انت رح تضل بمطرحك رئيس كراكون الشيخ حسن وهو قال انه الكراكون برات حارات الشاغور يعني الزعيم ما له حكي بنوب. بس تجنب تفوت على حارات الشاغور يمكن ياخذوك غدر. واذا كان بدك واحد من جوا بتبعت رجالك وبيشحطوه شحط. مفهوم؟ تمام فندم. عبدو بأمرك زعيم. شف لي ديب العتال وينه جيبه تعا. صار يا كبير. ريتو يطعمنا ولا يحرمنا والله الشي حلو. إلهي ومولاي رزقك يا حسبوس مثل هالبيت وأحسن. مسكي فاضية هذا مجيدي إليك. ولي على قامتي مجيدي شقفة واحدة إلي أنا؟ إيه شقفة واحدة إليك. إلهي وسيدي ومولاي يكرمك ولا يحرمني منك يا حق. آمين. بس ليكي فادية هذا المجيدي أنا أعطيتك إياه لأنه بدي منك شغلة. ها
خدامتك أنا، خدامتك، أمريني. بدي منك تجيبي لي شروال وميتانو صدرية من أواعي فارس تشبه يلي كان لابسهم يومية اللي طلع وما عاد رجع، تذكرتيهم؟ يعني خلاص رح تكسر لي قلبي وتروح؟ لك ما عاش اللي بده يكسر لي قلبي، انت ضوعي امي، بس مثل ما بيقول المثل اللي ما بيحضر ولاده تعنزته بتجيب له جروح، والغنم ولدت وهي عم ترعى، والرزق بده ملاحقه، والمعزبه ناقصه خفان لازم جيبه. امان الله. إيه لكان لكان بقدر، وبس تجيبيه إلك مجيدي رخر. خلص اعتبريهم صاروا عندك. شو نهو؟ حط لنا دمعة شاي معيتها. ايه من عيوني. ايه صبلو صبلو. يا سيدي هداك اليوم علقت لكم خناقه عندي بالمقمره بين التنين قد الكدش حشا السامعين. معناته هدول قد سرعان. سد بوزك ولا فرحان سدو. ايه ما تقلي نفت بالجوز. يعني كنت بقدر بس ما حذرت. لك شو صار معك؟ قلنا عزول شو صار؟ ركضت مرتي على باب زقاق ونادت للصوباشيه اللي حاطتهم القطباشي قدام باب البيت. ايوه وشو عملوا الصوباشيه؟ ايه فاتوا شحطوهم شحطة الكلاب حشا السامعين. فرحان فرحان جابوا سيرتك الكلاب قال. معنا يا سيدي قتلوهم قتلة كسرولهم عظامهم تكسير. انا رح ابلغ يا عمي. لألك هي الشغلة كلياتها مو هيك لازم تنحل. شو رسلان؟ شايفك يا طقط عم تفتح سيرة. إذا قاعد لأمشي أنا. إنه بدي أفهم عشو مستعجل أنت؟ عامل لك بدنا نشتغل. شبك نغام؟ سلامتك عمي لي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. عليكم السلام. عمي لي بزعيم طلبك عم بضافي حالك. زعي. يلا لاحقك. خلص ولا يهمك، أنا اليوم بروح لعنده وبلاقي حل القصة معها. وبركي ما ردت ابن عمي، بركي ما ردت. إيه مو على كيفها، بدها ترد غصب عنا. يلا بخاطرك. الله معك. أهلين بعمي ديب والله. يا حي الله الزعيم. شرف زعيم. سلموا. ضاع شم هوا برا يرضى عليك. بأمرك زعيم. ايه يا عم ديب ما قلت لي مور زعيم مين على حد علمك اللي قتل الصوباشيه؟ انا شو بيعرفني زعيم؟ شو بيعرفني انا؟ ايوه يعني مو انت لكان. اعوذ بالله شو هالحكي هذا؟ انا لا قتلت حدا ولا بيطلع بايدي يدعس على نمله. يعني مو انت يلي قتلتهم مو هيك؟ انا لا دخلني ولا خرجني. إن شاء الله خير. وعلى كل حال عرضي إلك لساته شغال ولساتني بدي إياك تكون من زلمي. على راسي زعيم، بس والله يعني أنا ماني خرج، خليني هيك لحالي على باب الله أحسن لي. إيه مثل ما بدك. تمرنا بشي زعيم؟ روح الله معك. يلا السلام عليكم. الله معك. وحياة من زرعهم بوشي انك كذاب وما في غيرك اللي عاملها.